إذا احتضر المؤمن يأتي إليه. لا أعلم إذا نظر المؤمن المحتضر إلى جبين الحسين ماذا يشاهد؟ إذا نظر المحتضر إلى جسد الحسين ماذا يشاهد؟ يشاهد آثار الضربة التي هشمت جبين الحسين. أرباب المقاتل يقولون أن حجر أبي الحتوف قد كسر جبين المولى. ماذا يشاهد المؤمن؟ يشاهد تلك الأضلاع التي هشمتها حوافر الخيل. ابن حوية يقول صرنا نحمي حوافر الخيول في الميدان إلى أن وطأنا جسده فما برحنا جسده حتى طحنا جناجن صدر الحسين طحنا. إلى أن بقي جسد الحسين 3 أيام غير مغسل غير مكفن تسفي عليه السوافي زواره الوحوش في البيداء 3 أيام مصبغ بلون الدماء. وأما قبر الحسين، تعرف أين قبر الحسين؟ قبر الحسين فهو في قلب شيعته، ولذا ذلك الشاعر يقول لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغربي فدعوا الجميع. وهذا لسان حالك يا شيعي. الحسين ما غسل، الحسين ما شيع، ولكن تتمنى أن تكون من المشيعين. لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغربي فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنها بقلبي. إلى أن في اليوم 13 جاء بنو أسد إلى أرض كربلاء، بعثوا بنسائهم إلى شاطئ الفرات ليستسقين الماء. ما وصلت نساء بني أسد إلى شاطئ الفرات وإذا بجسد مهين مقطع على شاطئ العلقمي. تعرف هذا جسد من؟ تعرف هذه جثة من؟ هذه جثة التي نادى عليها الحسين الآن. انكسر ظهري، صارت الأسديات تنظر إلى ملامح ذلك الجسد، وإذا بيمينه إلى جانب، شماله إلى جانب، القرب إلى جانب ممزقة. عظم الله أجورك. دخلت الأسديات إلى أرض المعركة، ما دخلوا إلا ولون الأرض مصبغ من اللون الأحمر من الدماء. ها؟ وصلوا إلى جسد مهيب. هذه مصيبة تجرح قلبك يا شيعي. وصلوا إلى جسد مهيب سوت الخيل بينه وبين التراب. وإلى جانب ذلك الجسد يد طفل صغير خارج من تحت الرمال، امرأة، والمرأة من شأنها الرقة من شأنها الحنان. مدت الأسدية يدها، ها؟ مدت الأسدية يدها أرادت أن تحمل ذلك الجسد، وإذا بالنداء من المنحر الشريف: أسدية خلي رضيعي على صدري، ألها المناد وحسينا، روحي فدا لك يا الذي للغسل ما نال.
تريد الشارك في التعزية، تريد الشارك في هذا الناعي، روحي فدالك يا الذي للغسل ما نام ولا الجنازة هللت من خلفها رجا ولا الجساد منا انحمل من فار أحد حفر قبره وراء جثته في وحسينا. بعد الشاعر هنا يتساءل يقول: المؤمن إذا توفي ينادي المنادي في البلد، من أراد الثواب فليتوجه لدفن هذا المؤمن، لكن أسألك يا شيعي يا موالي، من الذي نادى على جنازة الحسين؟ عمر ابن سعد نادى: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري واسحقي صدر الحسين. أله المنادين وحسينا الكافور تربى والغسل دمه الجاري بعد والجفان فصلى أبو محمد بوا. وين قبر الحسين يا شيعي؟ وقبره بقلب اخته الخذاها بجمل عا بعد وقلب الذي أفنى حياته في بواكي الميت إذا مات الخلق تحضر جهازة. يلا أبياتكم أبياتكم. وتتسارع العالم على سرعة وجازة عليك ويصيح صايح في البلد عدكم يا سلام قوموا واطلبوا من الله الأجر في وابن البتولة ما حصل واحد ينادي قوموا عن الغبرة ارفعوا مهجة الها حصل منادى تركب ظهور العوادي قامت بنات الأعوجية داست على وحسين ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم